اسمعها بعد بعد باش تبانوا كاع اسمعها بعدو اسمعها بعدو اسمعها بعدو اسمعها امشي هكا تهضر جيبوا لنا بغداد تقول لي تحول بغداد تقول لي تحول تحول يلا قلت لك يلا قلت لك بلاش ملاح روح عليه روح عليه قول بلاش ملاح بلاش ملاح بلاش ملاح شباب 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 بلاش ملاح بلاش اليوم اليوم المنتخب الجزائري يعني في أرض المنتخب المصري والمنتخب المغربي، انت كمناصر مصري جيت اليوم تشجع المنتخب الجزائري؟ انا جيت اشجع المنتخب الجزائري عشان الناس دي فعلا صرفتنا هنا في مصر، وكنت جاي اتفرج على محرز الصراحه. اخواتنا اخواتنا انتوا نورتونا نورتونا والله. وطبعا بعد بعد الخلافات اللي حصلت ما بيننا احنا خلاص الكلام ده ما فيش ما بيننا تاني، خلاص احنا مع بعض دلوقتي مع بعض تبع الماضي طبعا. بص هنا في الكاميرا اخويا الله غالب خرجتوا انتم خساره خسرتوا، احنا زعلانين والله. انا تفرجت الماتش تاعكم وسبورتيتكم الله غالب، احنا حنعوض عنكم حنعوض حنمثل كاس امم افريقيا هذه المره. وش حيكون شعار تاعها؟ شعار تاعها اللي راح يكون شعار ايه؟ عربيه عربيه ان شاء الله. واحد اثنين فيفا لارجنتين، واحد اثنين فيفا لارجنتين. نشجع البطوله العربيه واحنا مصريين، ونشجع الجزائر وتونس ان شاء الله. البطوله العربيه احنا بنشجع الجزائر. دقيقه روح روح. وعليكم السلام. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي يا جدعان؟ ده الجزائر هتدي كاس كاس افريقيا ان شاء الله. الله يخليك. ده احنا من عين بوعكاز. تعرف عين بوعكاز؟ ده عين بسام. ده احنا عين بسام، ده احنا الزبورتو المولودية. وتحية الجزائر. السلام عليكم خوتي، مبروك على الشعب الجزائري اليوم 48 ولاية. كاميرا فرحانة، احنا جينا وماذا بينا ورانا فرحانين، وراكوب لينا ان شاء الله. والنهائي ان شاء الله يكون ان شاء الله عربي بين الجزائر وتونس، وان شاء الله خاوتنا المروك ما يزعفوش كما راحوش هما خاوتنا، وخاوتنا ناس المغرب ولا ناس مصر مرحبا بكم. اذا جيتوا معنا راكم ديفيلوا معنا، ويعطيكم صحة.